Zéro politique. Zéro politique. Zéro politique. العشرة وثلاثة واربعين دقيقة على راديو كافافي من سلموا على الناس اللي التحقت بينا الآن في الاستماع والمشاهدة ونسلموا على الناس زادة اللي قاعدة تسمع فينا سواء في كرهبة وإلا في خدمكم ولا في دياركم. تحية كبيرة ليكم، نستناو نقدكم واقتراحاتكم على 31-379-566 أو على 31-379-567 وإلا تبعثونا ميساجاتكم على صفحتنا على الفيسبوك راديو كافافي. ممزلوا حاضرين معنا نجوم زيرو بوليتيك، رنيم خلف الله ورامي حمدي، جوست بدلوا البلايص هكا. رنيم كانت على يساري ورامي كان على يميني، بدلت البلايص على خاطر توا نمشوا تو سويت فقره اكتواليتي اون بريف مع رامي. الاكتواليتي اون بريف. ايوا رامي، اش عندنا اخبار اليوم؟ بغيف الخبر الاول هو حاله الطقس اللي باش تكون منتظره اليوم السبت والاحد، وين متوقع نزول كميات امطار مهمه في عده مناطق في البلاد وخاصه في المناطق الغربيه. فبحسب بلاغ صادر من المرصد الوطني للرصد الجوي باش تكون كميه كبيره من الامطار تصل الى 40 ملم في كل من الكاف وسليانه وجندوبه، وين باش تساقط كذلك كميه من البرد في المرتفعات ورياح قويه تصل الى 80 كيلومتر في الساعه. الخبر هذا سيف يهزنا لما وقع وجد الاسبوع الفارط، خاصه بعد نزول كميه كبيره من الامطار في عده مناطق وبالتحديد في المناطق الساحليه. وشفنا برشا فيديوهات حقيقه صادمه لهول ما وقع، خاصه في سوسه وين فما كراهب حقيقه نقلبها يعني الماء. صادمه نوعا ما. ايوه لا لحظه الناس تستنى في المطر. رامي والناس بالرسمي تقريبا ضربنا الجفاف في البلاد وانت تحكي لي صادمه. تقصد على البنيه التحتيه اللي هي مش على فسر باش الناس ما تفهمناش بالغلط. لا 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 الحق، الامطار خير نستبشروا بها سيف، وانما انا نحكي على البنيه التحتيه اللي سرعان ما هو راهو ماشي جديد علينا البنيه التحتيه في 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 تونس، ونتصب الامطار ونتصب الامطار بغزاره بكميات كبيره كما صبت الاسبوع في بدايه الاسبوع اخر اسبوع للفارط وبدايه الاسبوع. كل ما تصب الامطار بكميات كبيره برشا الا ونشوفوا مدى هشاشه البنيه التحتيه في بلادنا. رنيم خلف الله. صحيح زي سيف، نحب نقول حاجه او احنا معناها ربي يرزقنا معناها وكل كلنا نستناو في المطر. بالحق عنينا جفاف خايب ياسر، مي راهو المطر كي تصب بكميات غزيره برشا زاد مضرر، خاطر النبته معناها ما تحتاجش كميه ياسر من الماء وما تحتاجش كميه شويه، دونك تحتاج كميه معينه. دونك كيف ما نقولوا بار اكزومبل انه المطر تصب على وقت طويل بشويه خير من انه تصب وقت قصير بالقوه، فهمت؟ دونك اولا هذه حاجات ما نعرفش احنا نتحكموا فيها، مش الانسان. اي بالطبيعه انا حبيت نفسر لك انه هذا الكل راهو المطر حتى بصفه عامه راهو المطر ما تضرش. اي نعرف ما تضرش، تنفع حاجات كيما النباتات، معناها انت تحكي على كميات تكون فما كميات كبيره من الامطار تضر النباتات، اما لكن توفر لنا بعديك ما عادش وفره في المياه اللي احنا صيف كامل تقريبا فما شحم المياه وتعرفوا السونيات شنو معناها. صحيح. دونك انا نرى من هذا ملي صاير معناها صار في نابل جمعتين قبل اللي فاتوا معناها وصار في سوسه، دونك الفيضانات كيف ما يسميهم نحن نقولوا فيضانات، هذوكم عندنا فيضانات. والله نرى قوه ربي انا بالحق، معناها انه ربي وقت اللي يحب يعطينا كميات غزيرة من الأمطار بالفاسون هذيك، معناها كما نقولوا اللي لو كان يحب ربي يغرقنا راهو يغرقنا، معناها كراها بديار اللي تحب عليه الكل راهو باش يغرقنا. دونك لهنا نحب نقول حاجة برك، لهنا راهو قوة ربي في خلقه بصفة عامة معناها، ولهنا وربي معناها العبد انه هو يخاف يرجع روحه. نحكي معك بالرسمي والله، يقول كان معناها تبارك الله تصب شويه هكا شوف شو يصير فينا كاحنا بلاد، معناها اخطانا من البنيه التحتيه، اخطانا من هذايا الكل،
خاطر كيف ما قال لك معناها سيف البنية التحتية مش جديدة علينا معناها هو فما نقص ساكة في كما نقول اهتمام معناها في مصارف المياه في هذا الكل خاطر ساعات تلقاها مصرف المياه مسدود دونك هذاك علاش السبب انه الماء يتراكم معناها بالصفة هذيك وأبرسا رنيم احنا وين تصب المطر ديما نحكو موضوعنا على البنية التحتية صحيح وهشاشة البنية التحتية حتى تصب المطر بكميات قليلة البلاد تغرق واضح هو صرح هو عملنا تسريح للمصارف الصحي الحلاق لغتنا واضح علاش ما فماش حلول جذرية بالضبط هو هنا سيف نقطة القوة مش قوة ربي عظيمة صحيح ولكن احنا نحب نطرقوا الموضوع هذا هو احنا قادمين على فصل الشتوي تو معنا فصل الشتاء دونك متوقع ان شاء الله موسم خير وربي يعطينا من خير وكما قلت انت مطرة هي ديما حاجة باهية وبشرة خير للناس الكل ولكن لهنا علاش نبقوا نستنوا الأمطار يعني تجي بالطريقة هذيك واحنا ما خذيناش احتياطاتنا وعلاش حتى الاحتياطات موجوده احتياطات امام احتياطات يعني انت واحد نسبيه معناها يعني تشوف انت بالحق يعني كراهب كما كيكه يعني ذره وكذا يعني انت الحق يعني هو المعهد الوطني للنظافه الجوي ديما يهبط في بلاغات وديما يهبط ولكن لهنا يعني لازم حق اصلاح جذري خاطر البنيه التحتيه صحيح نعرفوها تعب وعليه مثلا مش كما نخمو في حلول نبيل الحلول مثلا كل موسم شتوي مثلا يا خويا ناخذوا بلاصه معينه ميساج نصلحوها تو احنا شفنا مثلا المنطقه ديره في الساحل معنا لهنا اللي الساحل معروف عليه انه هو معنا البنيه التحتيه نتاعو يعني مريقله ما عادش نحكوا هنا المناطق الداخليه ولا مناطق بريسك تونس الكل يعني حتى نابل هنا بالحق يعني وضع كارثي تصب يعني قترتين مطر يعني يوصل يعني تضر خاصه اصحاب يعني المتاجر اللي في السوق وكذا يتضروا كيما هكاك فلهنا بالحق يعني كما قلت لك بكري لو كان كل مره ناخذوا منطقه ونحاولوا ان نصلحوها ونحاولوا ان نشوفوا حلول جذريه بالحق وننقذوا ما اكثر ما يمكن من يعني الموارد البشريه حقيقه يعني كنشوف مثلا في بلايص اخرى راهو الاوديه مثلا والسيول نتاع الامطار الكبيره كل عام تموت منها ناس كثيره معناها فهمت خاصه اللي يسكنوا في الريف وكل شيء وقت تكون الامطار تكون امطار غزيره فلهنا ان شاء الله نتحسنوا بشوي بشويه خاصه نشوف العالم معناها تصير زلازل وما ادراك ما زلازل والناس لقيت لها حلول فما بالك احنا معناها كميات متوسطه من الامطار ان شاء الله ان شاء الله نلقوا حلول جذريه للحاجه هذه يلا نتعدوا الاخبار الاخبار الثانيه سيف حقيقه يجينا من بنزرت وين توفيت تلميذ سابع اساسي الله يرحمها دهسن بجرار فلاحي بعد ان رفضت الاداره منحها بطاقه الدخول لتاخرها بخمس دقائق علما وانها كانت تسكن بعيده على دارها في منطقه ريفي خبر هز مواقع التواصل الاجتماعي حقيقة يعني طفلة 13 سنة اللي لقات حدفها بعد ما الإدارة رفضت انها رفضت خرجت من المؤسسة التربوية سبب الجرار فلاحي من ضربها تراكتور الله يرحمها ونعمها الله يرحمها الخبر اللي هنا مش نحب نتطرق له من زاوية معينة اللي هي بالحق يعني مراعاة التلميذ الناس اللي تسكن بعيدة يعني انت توا هي في عوده الله يرحمها هو الاسباب وربي راه منها كاتب انها تموت وكذا ولكن ديما نحكيو في منظور انه كيفاش نتعاملوا مع تلامذتنا توا هي تسكن بعيده وفي منطقه فلاحيه ونهارتها يمكن احوال طقس جويه ماهيش يعني طقس جوي مش مريقل فهي كي وصلت خمسه دقائق يا اخي باهي انت خرجتها ايوا خمسة دقائق ماهوش لا خمسة دقائق ماهيش نهاية العالم صحيح هو ساعات السادة تجي بعد ربع درجة بعد ربع ساعة وأربع دراج ونص ساعة وهم يستناو في الـ في الـ في الأستاذ والأستاذة وعملوا تريتار وتدخل وتقرر تكمل في خمس دقائق ما تنجمش معناها ترفض انك تعطيها بالحق هي الله يرحمها ولكن الاخبار حق يعني تاسفت عليه برشا خاصه شفنا اصحابها يعني قاموا بمسيرات في وسط يعني المدرسه هذيك ونددوا بطريقه تعامل الاداره وراو القانون راو باش نوضح راو القانون مش قران منزل راه هو راهو اصلا قانونيا خمسه دقائق هو اصلا قانونيا وخمسه دقائق يتسكر الباب دونك هي كي وصلت خمسة دقائق راهو قانونيا تدخل راهو بالحق نحكي معاك خاطر خمسة دقائق تسكر الباب عندك كيما نقولوا دقيقة كي اللي باش توصل فيها للقسم دونك قانونيا تدخل راهو فهمت انا الحاجة هذه متأكدة منها على خاطر انا صارت لي قبل ومكتوب في النظام الداخلي لكل مؤسسة تربوية اللي قانونيا وخمسة دقائق يتسكر الباب باهي هي ابارامون ما حبوش يعطيوها ما حبوش يدخلوها وقالوا لها تجيب امك دونك هي كلمه امها باش تجيها مي في بلاصه هي
يكون عندها فضاء انه هي تستنى فيه في داخل المعهد معناها هما ما عندهمش فضاء انه هي تستنى فيه داخل المعهد وخرجوها. دونك فوالا هوني نورمالمون انت كي رفضت انك باش تعطاها بطاقه الدخول كنت تنجم تبعثها تمشي للقاعه المراجعه تقرا تعدي الساعه هذيك لوطو انه البارون تاعها يجي وتشوفوا حل. اما مش ما تعطيهاش معناها ما تعطيهاش بطاقه الدخول وتخرجها خارج الاطار التربوي هي في الامبلوا دو طون تاعها فك الساعه هذيك راهي موجوده داخل المعهد معناها تقرا واضح. هذيك هي المشكله اللي زاد الجمعه اللي فاتت تعرضنا لها انه ما فماش اماكن ترفيه ولا اماكن مراجعه في المعاهد كسسوارة الاعداديه والا الثانويه. دونك الحاجه هذه لازمها تتصلح في اقرب وقت ممكن خاطر عدم وجود الفضاءات هذوما في وسط المدارس وانهم سختو في اول العام يكون يقعدوا يخرجوا معناها في التلامذة البرة خاطر ما يحبوش معناها كما نقولوا الفوضى معناها انه في اول عام ديما يبداو بالكبسوم حتى فاست ريتار هذه تجم تكون على خاطر اول عام معناها دونك يحبوهم يكبسوهم الاول باش من بعد ينتظموا معناها. فما اشكون يقول لك فما قاعات مراجعه موجوده في المعاهد والمدارس الاعداديه اما لكن قاعات المراجعه هذه كانت في فتره ما تستقطب التلامذة اللي ماهيش تقرا وما عندهمش عندهم سوايع راحة توا التلامذة ماش تحب تقف في قاعة المراجعة يحبوا يبقوا قدام الليسيات وأمام قلة القاعات واضح قلة الفضاءات في المؤسسة التربوية واللي يستغلوا القاعات المراجعة ذيك للتدريس ولا قاعة تدريس مش قاعة مراجعة واضح. والله أنا نرى أنه هو قاعة المراجعة أهم من قاعة التدريس بالحق نحكي معك على خاطر كي نراو حالات وفاة حالات عنف حالات كي من هكا تولي صدقني قاعة المراجعة أهم من قاعة التدريس. وحاجة أخرى هوني حتى أنت كإطار تربوي أنه هوني أنت كإطار تربوي فما قايمين لا لا أبار توفر قاعة بكري كانت ساعة المراجعة راهي انتجري موجودة في الامبلوا صحيح كانت موجودة صحيح. في الامبلوا صحيح ساعة قارة موجودة هذيك وتفرض انت بالسيف على التلميذ ما يخرجش من عنده ساعة مراجعة مش المراجعة ما يخرجش من قاعة ما يخرجش من المعهد ولا ما يخرجش من المدرسة الاعدادية. انا نتذكر في الكوليج نتاعنا قبل كان قبل قدام الكوليج محلول دونك منك للشارع اما فما اسباس صغير جاو عملوا وحيط وخليو الاسباس ما بين الباب والباب فارغ وفيه كراسي دونك عرفت كستيل كيما الجاردان صغيره معناها وقت اللي التلامذة معناها ما يحبوش يمشيو لقاعة المراجعة يقعدوا غادي اوتوماتيكمون داخل المعهد فهمت كيما الحديقة كيما قلت لك فهمت داخل المعهد محميين بالحيط معناها الباب مسكر يتسكر الباب مسكر او ميم طون ماهمش قاعدين في بلاصة مغلقة ولا صالة. دونك كان مثلا ما نتصورش فما أي معهد صغير لدرجة أنه هو ما عندوش إسباس ما بين الباب مثلا كيما الباركين كيما كذا مثلا الباركينج نجمو ناخذوا منه بلاصه صغيره معناها نسكروها شويه مش معناها محلوله على الاخر وتكون كيما الحديقه صغيره اللي ما يحبش يقعد في قاعه المراجعه يقعد فيها والا نجمو ناخذوا تو انا نتصور انه كل معهد لازم يكون ليش ما يتعملش يعطيك صح ابار مكتبه علاش ما يتعملش في كل مؤسسه تربويه معهد والا مدرسه اعداديه ولا مدرسه ابتدائيه ركن ثقافي صحيت ليش باش نقول لك انا ثقافي ما يسالش عمل له ما نعرفش عمل له مقهى ثقافي يكون موجود في امريكا يراجع فيه فضاء ثقافي فيه كل شيء متوفر فيه الانترنت متوفر فيه كل شيء كل ما يستحق التلميذ وتجم تكون وتحميه انت تحميه من الشارع وتضمن انه يكون موجود في المؤسسه التربويه في امريكا وتحميه زاد من الخلط توا فما حاجة أخرى سيف توا مثلا في الفاكيت فما نوادي فهمت توا مثلا لي ستوديون اللي ما يخرجوش معناها يمشيوا للنادي المنخرطين فيه ويقعدوا يتعلموا حاجة جدد ويخدموا على دي بروجي ويخدموا على حاجات علاش ما يكونش فما نوادي؟ نوادي راهي حاجة بيا على الأخر علاش في الفاكيت اللي هم عباد كبار معناها وعاملين لهم نوادي وقت اللي في الإعدادي وفي الثانوي اللي هو الباز لازم يكون صحيح اللي هو الباز واللي هو أصلا يبني أبار إنه التعليم يبني الثقافة ويبني برشا حاجات ويبني الهدف ويتعامل مع الدنيا من الصغر. أنا كنت مشاركة في نادي الحق أنا في المدرسة الثانوية يبني لك شخصية سليمة صحيح وفيه تفرهيد فيه متعة فيه تفرهيد والتلميذ يتعلم حاجات جدد علاش لا يعطيك الصحة راني متعدى بالخبر الخبر من بعد سيف يجينا من سوسة وبالتحديد في القلعة الصغرى وين مؤسسة كتبت لموظفيها ممنوع الصلاة أثناء العمل. الخبر هذا أثار جد ضجة كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي
ما بين مؤيد ورافض الخبر هذا. شفناها اللافتة، شفناها اللافتة موجودة على باب مقسم يمنع الصلاة أثناء الصلاة، أثناء وقت الصلاة، نجم يكون وقت الصلاة وقت راحة معناها. هو الحقيقة الناس يعني بارتاجت الخبر هذا من عدة نواحي. هو بالعموم الصلاة فيش موجودة، كل وقت فترة مشتخدم فيها 8 ساعات بالضرورة يكون فيها زو صلوات اليوم، إما ظهر وعصر وإلا مغرب وعشاء، واحدة منها معناها. قديش باش تاخذ لك هي بالله من وقتك؟ هي صادق الشيخ معناها هو ينجم، هو اللي ينجم في درجين تعمل، في درجين تصليهم الزو صلوات وامورك واضحه. اذا كان احنا وصلنا بالحق في مرحله كما توا معناها حارسين على العمل، سامحني اكثر من شناوه معناها في 5 دقائق كما هكا، فتونس معناها ما شاء الله انا في مرحله كبيره بالحق. يعني ان نشوفوا نسيبوا الاهم من هذا الكل ونشدوا في سامحني في سفاسف الامور، يعني في صالات فيها درج ودرجين بتي علت انه ثم شكون ياخذ فيها بوز بالحق صيف معناها قله قليله هو شكون يتخذ هو شو قله قليله حتى يعني. حتى باش نحكوا فيها معناها ريالمون معناها باش نحكوا هما وقداش باش يخدم 8 ساعات. اول حاجه صلاه الصبح في الصباح ويبدو في الدار، بتبيعته في الدار. الصلاة الوحيدة اللي تلقاه هو موجود هو في العمل اللي هو صلاة الظهر والعصر وليه في الليل مغرب وعشاء. العصر هو تقريبا وقت البوس، وقت الفطور. أنا تقريبا وقت الفطور هو حتى الدين ينجم، قال لك ينجم يقرب، سواء كان على سفر ولا حاجات نجم تقرب صلاة العصر، معناها تصلي تجمع الاثنين ما بين الظهر والعصر. أما يكون عندك سبب اللي هو مثلا سفر والا خدم بالضبط. المغرب والعشاء ديجا في داره معناه. انت علاش اللي هوني تمنع فيها؟ هي بالضروره سيف راهي حكايه عقليه، احنا في تونس يعني ما عندناش العقليه هذيك نتاع انه صلاه بالحق. نشوف احنا حتى في المؤسسات مثلا في المطار مثلا بعد قديه باش عملوه المصلى هذاك اللي كتشوف مطارات العالم الكل حتى في الدول الاجنبيه يوفروا مصلى ويوفروا يعني اسباس باش ان الناس تصلي فيه. احنا في معناها في المعاهد والا في معناها انا في الوظائف العموميه وفي كذا ما فيها باس يا اخي. انت مش توفر مكان صغير يصلي فيه خير من انه يصلي في باركينج، وكالناس اللي معناها يتعلوا زعما هما ياخذوا فيها وقت بوس هي 5 دقائق. فالحكايه كل حكايه عقليه، ماهيش حكايه انه هو حرص على العمل. انا نشوفه حقيقه ماهيش حرص على العمل، لاني نشوفه استهتار وتسيب كبير في التعليق. هو اول حاجه اوتوماتيكمون عبد يخدم 8 سوايع لازم يكون عنده دو بوز والا بوز برك، واللي هو الاكثريه دو بوز، خاطر 8 سوايع قانونيا عنده الحق في بوز. باه كان هو عنده دو بوز دونك ينجم يصلي فيهم، دونك نتصور انه تسمح له الفرصه انه يصلي فيهم خاطر باش يكون الوقت مناسب. كان هو عنده بوز برك يجم يجمعهم كيف ما قلت انت، سينو هو هذايا حقه، دونك البوز نتاعو هو حقه يعمل فيها اللي يحب، راه ما يقولوش تصلي ولا ما تصليش وما يمنعش عليه الصلاه. مي في صوره ما هو ما عندوش البوز ولا ما عندوش الوقت معناها وحب يخرج يصلي معناها، هذه من حقه اولا على خاطر احنا دوله اسلاميه. علاش ديما ننساو اللي احنا دولة اسلامية، واللي احنا اصلا سوبوزون البوز نتاعنا نهار الويكاند نتاعنا بالجمعة، خاطر احنا دولة اسلامية، خاطر لازمنا نمشيو نصليو صلاة الجمعة. احنا تيلمون نتبعوا في دول الغرب في الحاجات كي من هكا معناها، حتى الاعياد والمناسبات نتاعنا الاسلامية ما يعطيوش فيهم راحة، فهمت برشا ويعطيو في الريفيون في ما نعرفش انا حاجات اللي هما مش تابعين الدولة الاسلامية الحق معناها. دونك من حقه انه هو يصلي. انا بالحق معناها كونتر على الاخر انه تعلق لافته ممنوع الصلاه بالحق، ما انا ما علقتش لافته ممنوع التدخين، تعلق في لافته ممنوع الصلاه بالحق. وكونسيرنو الفضائيات تقريبا باش يقول يحطوا لافته اخرى ممنوع انك تمشي للبيت الراحه اثناء اداء العمل. كل شيء ممنوع. تعدوا الاخر خبر فيتي. الاخر الخبر سيف يجينا من قربه. بعد 14 ساعه متواصله من البحث من فرق الحمايه المدنيه تمكنوا من انقاذ كهل وانتشال جثه اخر بعد انهيار حفره كانوا بصدد حفرها قصد البحث على الكنوز. عملية فريدة من نوعها لرجال الحماية المدنية اللي نوجه لهم تحية حقيقة بعد 14 ساعة متواصلة. بدأت من 6 متاع العشية حتى وصولا إلى 9 متاع الصباح متاع أمس. كانت يعني عملية نوعية باش دخلت فيها عدة فرق.
هذا راهو شيء مش غريب على رجال الحمايه المدنيه اللي في كل مناسبه يكونوا موجودين. تحيه لهم حقيقه، وان عبرهن على كفاءتهم، يعني الحفره كانت عميقه لدرجه 11 متر ولكن 6 متر يعني افقيا، ومن بعد تمشي يعني 5 متر عموديا، فالطريقه كيش وصلوا بها تهم الصحه ما هو صعبان العباد اللي حفرت. اي بالحق يعني انك توقع 14 ساعه ما شاء الله، دونك ربي يرحم اللي توفى، وان شاء الله من حسن الاحسن للحمايه المدنيه. شفت احلام زميلتها معك مع شوق؟ اي مع شوق. تبدأنا معناها كليت لي وقتي ما تلوج على الوقت نتاعها. تحيه لاحلام زميلتها يعطيك الصحه. رامي حمد يعطيك الصحة، راني مخالف الله. كانت هذه فقرة اكتواليتي اون بغي، بعد شوية جينا على سلامي في فقرة بوتي، لكن قبل هذا ترتيحة مع الموسيقى.